بداية نترحم على الشهداء الذين قضوا نتيجة هذا التفجير الإرهابي المستهدف. أنا اسمي برهان الشعبي، محامي ممثل. أنا وبعض الزملاء عن نقابة المحامين الأحرار بحضور افتتاح منطقة للشرطة في مدينة إنخل، وهالشيء هذا يعني من صميم عملنا احنا كمحامين احرار، يعني ومن صميم المساعي اللي بتهدف الها نقابتنا، هي ارساء العدل والعداله